السؤال الثاني وهو أن عندنا في ليبيا هنا بعد الأقارب أقارب هذومية يوم إحنا مثلا تقرر الدولة الصيام هم ما يصيموش معانا, يصيموا مع السعودية, ويوم العيد نفس الشيء لو يعني ما عيدوش معانا, بس من نعرف حكم هذا يعني يجوز أو لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذا مندرج تحت سؤال آخر, هل رؤية بلدة ملزمة لسائر البلاد أم لا؟ يرى الجمهور أن رؤية بلدة تلزم سائر البلاد, وفريق من العلماء كابن عباس رضي الله عنهما يرى أن لكل قطر هلاله الخاص به, فبأي رأيين أخذ الشخص فلا جناح عليه, لكن لا يظهر خلافا في الناس. فمثلا إذا كان الشخص بليبيا ويريد أن يصوم مع السعودية لكونها رأت الهلال وأن رؤية بلدة ملزمة لسائر البلاد, ما دامت تتحرى الرؤية تتحرى الهلال بالطريقة الشرعية ليس بطريقة الفلك, فإذا رأى شخص ذلك أنه يصوم مع السعودية مثلا لكونها تتحرى الرؤية بالهلال ولكون رؤية بلدة ملزمة لسائر البلاد فله ذلك, لكن لا يجهر بفطره بين الناس ولا يحدث فتنا ولا خلافات بين الناس, يأخذ هذا الرأي ويعمل به ولا يحدث فتنة بين المسلمين, والله أعلم.